السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، وحلقه جديده واستثنائيه من برنامج ايام الناس. احنا اليوم راح نكون وياكم بتغطيه لممثليه الفصل السياسي الذين خرجوا امام وزاره الماليه من اجل المطالبه بحقوقهم وانصافهم. راح نكون وياهم ونشوف مطالباتهم، خليكم يعني. هلا وعينا. شنو قضيتكم اليوم بما انه انتم اليوم معتصمين امام وزاره الماليه؟ على مود شو اسمه يشملون هاي مال الامن الغذائي. احنا مفصولين سياسيين موزعين على 2018 لحد الان، يعني ما ماخذين حقوقنا، يعني ما موزعين على الدوائر. 2018؟ ايه لا، من قدمنا من 2012، وزعنا سنه 2000 عام 2018. ايه تخصيص مالي، يعني رادنا تخصيص مالي، يعني اسمنا طالع على ديوان محافظه نينوى ونريد تخصيص مالي على مود نداوم. انتم موظفين؟ لا ما متعينين بعد. ما متعينين؟ غير موظفين. ما محسوبه. اي لا والله ما. مطالبكم شنو اليوم؟ ونريد يعني تخصيص مالي على مود نداوم، استحداث مالي. استحداث مالي؟ استاذ هاي القضيه من العام دائرة الموازنة اللي متمثلة بست طيب سامي خلت فقرة تعجيزية، قالت بس ال 2019 موزع يتعين، وطفرت ال 2018، هو بالقانون المفروض ال 2018 وبعدين 2019، ومن العام لحد الآن متوقف الاستحداث، الآن يقول ثبتناكم بالميزانية، الميزانية ماكو، فالممثلية سوت كتاب بأن تشمل المفصولين السياسيين غير معينين. ممثلية الفصل السياسي التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء خاطبت المالية بتخصيص درجات مالية وظيفية لكافة المفصولين السياسيين. المالية شو تقول؟ شنو رأيها؟ والله المالية تقول احنا على الموازنة، الموازنة ماكو زين من 2018 لحد الآن، أربع سنوات صار، وقبل هالقرار هو صادر من 2015، يعني قرارات صحيحة. سابقا خرجتوا بتظاهرات احتجاجية. اي ولا وهم نفس الموضوع على الموازنة؟ على الموازنة نفس الموضوع، هسه موازنة ماكو، زين شنو الناس عوائل مضطهدين من زمن النظام السابق وحاليا. فيكم هسه ايش قد صار له بالخدمة؟ ماكو خدمة، ما متعينين. يعني خدمة ماكو؟ ماكو متعين، ما حد متعين، متخرجين وظالين كل واحد عنده خدمة، حسبوا له فصل سياسي 13 14 سنة بس شنو فائدة؟ ماكو فائدة. كل فائدة ما بيها. القضية هنا يم المالية زين، والممثلية مشكورة تتابع من ذاك اليوم لهذا اليوم التابع. ممثلية برأس الوزراء ما تقدر تصدر قرار منها؟ والله ما تقول صدر قرار وكذا، بس هنا الموازنة هي دائرة الموازنة. دائرة الموازنة إذا جاء كتاب من رئاسة الوزراء ما تقر بالموازنة؟ ما والله بعد غير أيام، إذا هي الجهة العليا بعد ما أعرف يعني شنو، من اللي ينفذ ما أدري بعد ما أعرف. أي والله. أستاذ يعني إحنا مقدمين 2012 ضمن قانون 24 2005 المعدل. نحن عوائل متضررين بنظام السابق. من 2012 أكبر معاملة، أطول معاملة بتاريخ العالم كله. 2012 حالياً إحنا 2021. معامله بين تسويف ومماطله لحد الان، كل شيء ماكو، عندنا استحداثات لكن احنا لحد الان ما مقررين تخصيص مالي، تخصيص مالي يعني بالموازنه ماكو لحد الان. عندنا قرارات وعندنا توزيع وعندنا استحداث، لكن استجابه من الحكومه ماكو، اي التفافه من البرلمان ماكو. ليش وقت؟ حاليا صار لنا 10 سنوات، ايش قد يبقى من العمر؟ بعد ما يبقى اي عمر، يعني احنا انتهينا، نريد التفافه من الحكومه. يعني هذا مطلبنا، يعني قرروا لنا احنا عوائل هم مضطرين تنعيش، عندنا مقدمين ضحايا، عندنا معدمين، عندنا سجناء. نتمنى من الحكومه انه التفافه لنا بهاي الموازنه 2021 تخصيص فقره لنا تخصنا متوزع. احنا حاليا متوزعين على المحافظات، على ديوان المحافظات. نعم انا من الناصريه، متوزع على ديوان المحافظه من 2020 وقدم معامله 2012 ولحد الان اي تخصيص مالي ماكو.
2012 مقدم المعرض. نعم، من 2012 متابعة، هاي 10 سنوات متابعة بين بغداد بين الخزينة مال المحافظة، ولحد الآن ما نرجو يعني احنا من وزارة المالية، من أعضاء البرلمان، من الحكومة، من رئاسة الوزراء، انه ينهون يعني هاي المماطلة والتسويف. نتمنى هذا من الحكومة. شكرا لكم. قلت مستحصلين الموافقات، مستحصلين المصادقة والاستحداث. احنا مقدمين سنة 2012 وحصلنا توزيع بال 2019 وشملونا سنة على الموازنة 21، انه جماعة ال 21 التوزيع ال 19 يباشرون بال على 2019، على جماعة ال 2019 توزيع 2019 يباشرون على موازنة 21. اي استحصلنا المصادقة والاستحداث، وهاي مثل ما مكتوب كله كامل مكمل الأمور، بس باقي على الأمر الوزاري. أمر الوزاري سطيف وقفت الأمور، قالت إلا على الموازنة 22. طيب إحنا مو مشمولين على 21، صار إحنا من 2012 من 2012 لغاية الآن على الموازنة. على الموازنة يأجلونه كل سنة، يأجلونه من سنة إلى سنة. والحل إذا ما الحل إلى متى يعني؟ نريد حل يعني. أقول يعني مثلا هاي السنوات كلها وبس، بس احتجاجي هاي وقفتكم. إحنا كل ما نراجع إلى هيئة التقاعد، إحنا موزعين على هيئة التقاعد، يقولون بعد شهر شهرين تعالوا لنا. وإلى متى؟ مماطلة. المعاملة إذا نتابعها، حصلنا الاستحداث، حصلنا المصادقة، حصلنا كل القرارات الصحيحة وصلت. قرار صحيحة حصلناها من أول نقطة. وقفوها على موازنة 21، خلصت موازنة، خلصت سنة 21 وإحنا بعدنا. وهسه ما ترضى توقع الأمر الوزاري إلا على موازنة 22. طيب إحنا مو شملونا على 21، شلون يشملونا مرة ثانية على 22؟ هاي السنوات على مدار هالسنوات كلها، سنة على سنة. والموقف في حال الموقف يعني يشوفونا حل. تعالوا هاي استمرت التظاهرات، يعني نريد حل. اي تصعيد، تصعيد، تصعيد من قبل الممثليه، لانه استاذ رسول عبد علي يعني هو هو المسؤول. يعني احنا التوجيهات من عده تجي، والممثليه احنا يعني مو احتباطا جايين. احنا رسول عبد علي يمثلكم الفصل السياسي، هو رئيس الدائره مال اي الفصل السياسي. اي هو وجه موقف كذا كتاب. اي يعني هسه خروجنا بعلمه، هذا يعني احنا هاي مظاهرتنا اليوم بعلمه، التوجيه من عنده، اضافه الى الممثليه. احنا عملنا كله منظم ويعني قانوني، اوراقنا سليمه 100%. بس ليش المماطله ويانا؟ ليش يعني؟ ليش يعني استاذ مرخصك، يعني اللي طلع توزيعهم، على المحافظات، كلهم باشروا. يعني انا من محافظه الديوانيه، اللي باشرت، لا اللي طلعوا اخراني جماعتي اللي طلعوا على المحافظه كلهم باشروا هسه، وكلهم تعينوا وما بقى ولا واحد من عندهم، فقط جماعه هيئه التقاعد الوطنيه. ليش؟ هي هاي اللي جايين عليها احنا. اكو توزيع، اكو قرار صحيح، اكو استحداث. يمتى يعني؟ الى متى يعني؟ شلون اكو ناس اساميهم ما طالعه على هيئه التقاعد، غير مكانات على المحافظه، يعني على مجلس محافظه، على الصحه، على الاسكان، مشوا وباشروا واستلموا راتب، واحنا على هيئه التقاعد معرقلينه. مشوهم على الاستاذ، ما مشوهم على الاستحداث، مشوهم على صحه، على المصادقه بس. بعدين قال لهم انتم هسه مصادقه؟ احنا حتى استحداث مكملين استحداث، مصادقه واستحداث، وماكو مباشره، بس باقي امر موازن. يعني مجرد بس توقيع تهميش صغير واحنا مباشر. يعني امورنا كامله. نايمين علينا ليش؟ الى متى يعني؟ يعني انت كن مكاننا يا اخي، يعني الله يساعدكم. لا طوال هاي السنوات كل هذا مر، ما تجعل غيرك يعني، يعني انت تحب لي غيرك ما تحب لي نفسك. ناس كبار بالعمر يعني، يعني العمر ده يمشي، واصحاب عوائل وعندنا اولاد وعندنا. والله والله اغلبيتهم الكروه ماكو. الله يشهد. المحافظات يوم تشوف محافظات، والله بصره بايتين من البار. هاني من كركوك، الله يساعد. هاني توزيعي على هيئه تقاعد كركوك، تقاعد كركوك. احنا جماعه الدفاع، وزاره الدفاع، عندنا مصادقه. ايه يعني عندنا امر وزاري وعندنا مصادقه. المصادقه اكو 2016 واكو 2017، والاوامر الوزاريه صدرت 2018، ولحد الان ماكو تخصيص مالي من وزاره الماليه. ما عاد علم وزاره الدفاع ولجنه المرسلين السياسيين سووا اللي عليهم واكثر. المشكله بس بالماليه. نعم، الدفاع، لجنة المفصولين السياسيين يعني مشكورين، سووا لنا اللي اكثر مما احنا نريده. والدفاع تعبوا علينا، لكن المشكله بالماليه.
ما جاي يعطونا تخصيص، يعني ترفع كتب وترفع يعني بال 2021 اربع مرات الدفاع لجنه المسؤولين السياسيين يرفعون لنا اربع كتب يطالبون بها تخصيص من الماليه وماكو. هاي مشكلتنا احنا. رحم الله والديك. الله يحفظك. في حال استمر هذا الموضوع تعتقد انه هذا الموضوع مقصود؟ لا مالي ما اعتقد مبررات منطقيه، هو تريد اوامر من الاعلى يعني. من الاعلى؟ من رئاسه الوزراء؟ رئاسه الوزراء مثلا، من رئاسه الوزراء مثلا، من هيئه التقاعد يعني مستويات اعلى شويه. ما حصلتوه هندني؟ كل شيء ما حصلنا، واحنا العمر جاي يركض ويتعدى. خاف نموت انه همين تروح حقوقنا. هاي بارد كلكم كبار، كلكم كبار. بينما بس مرخصتك اللي بالخارج وراه يتمتع هو وعائلته، وهذا ياخذ مننا رواتب من الدوله، وهنا ابن البلد اللي كان همين تعال عندك اقرباء بحزب الدعوه، معدومين بحزب الدعوه، كل فتره داسين عليكم يعني لاعبين بينا لعب. احنا تغيرت هذا البلد ما يخالف، احنا هسه احنا مضطهدين سواء مباشره او غير مباشره. الوزير غير المفروض هو وزير الماليه يؤمر عنده هاي المشكله، عنده امر ديواني همينه، مو امر شو اسمه من رأس مجلس الوزراء، امر ديواني عنده لازم يطبقه. يعني شو تجيبوا له بعد؟ زين؟ شو تجيبوا له بعد؟ شو تسوي؟ وثاني شيء همين هيئه التقاعد همين بطيئه، كلش بطيئه. زين مع العلم اكو جماعه طلع لهم مباشره بالمعاملات. تمشيه المعاملات. اكو جماعه طلعوا على هيئه التقاعد مباشره. بينما اكو هسه من سنه 2012 اللي ادري بيها مباشره، واحنا انا بالنسبه لي مقدم معامله من سنه 2015. طالع لي وطلع الاستحداث بسنه 2019 ولحد الان، وروحوا تعالوا وروحوا تعالوا. والله بعد جزعنا حقيقه، جزعنا من بعد حتى الصبر بعد ما عاد. مضيعينكم يعني على هاي السنوات كلها، يعني انتم بذاك الزمن مضطهدين وهذا الزمن ساكتين، لكن هسه بعد من تحمل نسكت هواي؟ احنا اللي لازم بس مرخص الاخوه هنا لازم الاخوه اللي لازمين المعاملات مالتنا، خلف الله عليهم اللي هم من ضمن المفصولين السياسي، رسول عبد علي والاخوان هنا موجودين، هم لان هم قاعد يسعون بالمسعى مالتنا، احنا هو هذا اللي صبرنا. يعني اكو واحد يداعينا بحقوقنا، زين هو بيبذل كل جهده. طبعا ملتقي ويا وزير الماليه اكثر من مره، من رئاسة مجلس الوزراء همين اكثر من مره، بس ماكو تفعيل لهذا الشيء. نعم. رحم الله مشاهدينا الكرام. يعني التوزيع استاذ، التوزيع شويه ويا تخصيص مالي من يتوزع اي، وصار عده استحداث صار عده تخصيص مالي، يعني ما يستحدثوا الا اي، ما يستحدثوا الا درجه وظيفيه اذا ما له تخصيص مالي. زين هذا ليش ما تطلع امر مباشره؟ ليش يعني؟ منتهي يعني قضية يعني أنت منتهي في سالفة الموضوع. أي موضوع بس من الموازنة تخصصوا يعني ما سمت من 2012 لحد الآن كلها على الموازنة. هم ترى عذر ما لا مقبول. هي 2012 صار التقديم، بس طلعت الموافقات وطلعت الأسماء. وقت انجزت المعاملة 2015 هسه احنا بال 22 وتصعد صاعدة، فصاعدة سبع سنوات على الموازنة. نعم على الموازنة. نعم 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 كلها اي هي أنا أحد ذوي الشهداء، والدي شهيد، قدمت على الفصل السياسي من 2012، طلع الاستحداث مالي بال 21 على المؤسسة نفسها، ولحد الآن ما مباشر، مع العلم إحنا خمس خوان ما حصلنا كل شيء، وإحنا والدنا شهيد، نظام بائد. جاي من ميسان؟ إي والله، من البارحة جاي، إي والله العظيم. بايتين هنا؟ بايت بالإمام الكاظم وجيت هنا على مود المظاهرة. مو بس المرة هنا، أكثر من وهاي المرة الثانية. أنتم أسستم لها وقفتكم. خلينا لنفترض غير المفروض منكم من يمثل يدخل الوزارة، دخلوا ولا ما يمثلون الأستاذ الأساتذة يمثلون هم اللي يسعون بشغلتنا، بس احنا الطلبات هنا بالوزارة المالية، يعني هنا اللي عاقب من الوزارة. الاستحداث احنا كامل بس تخصيص مالي، خاطر مباشر بدوائرنا، ومن عندنا المتقاعدين هم نفس الحالة مظلوميتهم، وما يصير الشكل احنا، من ناس ضحينا وتأذينا، يعني هاي مجازاتنا؟ هاي مجازات الدماء اللي اعطيناها؟ وما يصير الشكل، لان ذاك النظام تأذينا، وهسه هذا النظام انقص واخسر. والله ايش اقول لك يا اخي؟ عاد يسمعونا المسؤولين خلي يشوفوا لنا صورة حل. وما يصير الشكل، احنا عمرنا تجاوزت ال 50، بس انا حاجيك مالي 70، وعندي معوق، وعندي ما عندي بيت ايجار، كفيلك الله ورسوله، ووالدي شهيد، ما
نظام بائد، يعني ما يصير الشكل ولا جاي يعني نأذي الدولة. وضعيتكم مال الطارات حقوقنا، ما بيكم حد، ما بيكم حيل تحرقون تاير. احنا محروقين، انحرقنا بالنظام البائد وهسه. من 2012 دائرة المحاسبة والموارد البشرية. ايه هاي هذا الكتاب حصلت عليه بعد ما جهد، حصلت على هذا الكتاب لمصادقة راح للسيد الوزير. السيد الوزير صادق عليه، صادق عليه السيد الوزير 2019 راح لون للموارد البشرية، ولحد الآن موجود بالموارد البشرية هذا الكتاب، صار يعني تقريبا 3 سنوات وأكثر. هاي استاذ إيه نعم هذا إيه نعم هاي 2019 إيه. ف من راح للموارد البشريه ما استحدثوا لنا درجه وظيفيه. للعلم احنا مشمولين بقانون القرض الدولي، القرض الدولي اللي اجى القرض دولي لو مشمولين بالقرض، بالقرض اي مشمولين بالقرض، يعني مو ما مشونا على هاي الجسمه. ولحد الان انا اغاني قبل هذاك الأسبوع، قبل 3 أيام أنا راجعت بالطابق العاشر على مود معاملتي، قلت لها بس طلعي لي معاملتي، قالت معاملتك موجودة مريبة بالحفظ وكاملة وكل ناقص ما بيها. قلت لها طلع خلنا نشوفها، قدمي ليها الست طيف، قدمي ليها شو اسمه. هاي السنوات كلها ليش نايمة؟ أنا كل أسبوع، أنا كل أسبوع بالطابق العاشر بالوزارة المالية، وزارة المالية كل أسبوع أجي من الكويت جاي أراجع أراجع عليه. شنو الجواب؟ يقولوا له روح على الموازنة، روح انتظر الموازنة. وافقوا على من؟ وافقوا على 2019 اللي قال وافقوا على 2019، وانا محصل على القرار عام 2017 القرار، والتوزيع مالي صار 2000 القرار محصل 2015 والتوزيع مالي صار 2017، ولحد الان كل شيء ما استقر. كل اسبوع تجي من الكويت؟ كل اسبوع انا اجي من الكويت اسعد الطابق العاشر، الله شاهد. وهسه اعرفهم الموظفين كلهم، اعرفهم الفوق. يعينونك هناك بعد؟ ها؟ يعينونك هناك؟ اي راح شو تسوي؟ وين نروح؟ كلهم اعرفهم، اي اعرفهم حقيقة اعرفهم بالاسماء، بس ما اريد ان اذكر اسماء يعني. اي يعني مليان الله شاهد مليان على قولتك، الله شاهد مليان يعني. اجى اخر شيء قالت لي، قالت راح اقدم لك انا كتاب الست طيف. ست طيف رد ورا اسبوع اجيت، قلت لها اجى الكتاب. من رجع الكتاب شو تقول؟ نعتذر عن الموافقه، وذلك لشمول فقط 2019. 19 مشت معاملتهم وبعدهم همين وقسم بعدهم يعني ما مشوا يعني مشت 19 بعدهم مشوا هم مشوا من عندهم وقسم بعدهم من عندهم يعني جاب مشوا فجزء قليل. 2019 انا 2019 ليش ما يستحدثون لي درجه؟ مضيع لي شو اسمه صح الصدور الوثيقه، هسه لغوا صح الصدور الوثيقه زين. مع العلم جبت لهم صح الصدور الوثيقه من وزاره الماليه، وديت لهم اياه استاذ، وديت لهم اياه الاستاذ حيدر مهاون ابو الموارد البشريه، قال هاي تبقى معاملتك يمنا على الموازنه 19 مع الموازنه. اكيد انا قلت لك محصل قرار على 2015، القرار محصل في 2015 والتوزيع مالي 2017 ولحد وفد معامله يعاملونه فد معامله يعني كانما احنا امتلكنا العراق كله. وثق بذات الله العظيم اتحدى واحد من جماعه الفصل السياسي ياخذ مال الرعايه الاجتماعيه. يعني شلون يعاملون ما هذا الرعاية الاجتماعية؟ لو ما اخذ انا اشرب لي من هاي الشغلة. شلون عاملوك؟ ها؟ مو يعني شنو ما عملت ايش؟ ولا كان ولا كانما يعني ولا معاملة كانما انا مستفاد هواي فصل السياسي. عاملوا احسن من هاي المعاملة. شلون دورايهم واحد من الاجهزة المنحلة ياخذ تقاعد يعاملوه احسن من المفصولين السياسيين.
يعاملونه معامله هيك هيك. روح روح معاملتك موجوده بال 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 شو اسمه باللوكر ويعود بعدين على الموازنه. فقط على الموازنه. نعم استاذ. تفضل استاذ. حبيبي الغالي اول شيء نشكر قناتكم الله يحفظكم ورحمه الله والديكم ان شاء الله قناتكم دائما سباقه بنقل وتغطيه دائما معاناه المفصولين السياسيين والطبقات المضطهده. ناحيه المفصولين السياسيين الذين تقدموا بطلبات سنه 2012 و2013 و2019 منذ ذلك الوقت الى اليوم طلباتنا تسوف ومواعيد. ليش؟ ليش؟ السبب لانه احنا من ضحايا حزب البعث ولحد الان واقولها ومعارضه الكلمه انه اغلب الدوائر لحد الان هيمنه حزب البعث موجوده. البعث موجود؟ نعم موجود. اكو كلام خطير هذا. اكو نفس بعثي موجود بالدوائر يعرقل قضايا المفصولين السياسيين. والا احنا شنو الداعي؟ كل سنه لازم نطلع بتظاهره وننظم وقفات احتجاجيه ونطالب وزير الماليه ونطالب الساده النواب للحصول على تخصيص مالي يضمن المفصول السياسي عندما يحصل على قرار صحيح يشمل بقانون الفصل السياسي على مود انه يقضي شغلته يقضي معاملته على مود يباشر. عندكم قرار؟ احنا عندنا قرارات صحيحه وصريحه بس للاسف انه اكو فقره لازم تخصص بالموازنه لكي يستحدث المفصول السياسي درجه وظيفيه. هذه الفقره اذا ما توجد بالموازنه ماكو تخصيص مالي لا اللي عنده قرار صحيح يتوزع. الفقرة شو وقت هاي الفقرة لازم البرلمان في كل موازنة المفروض في كل موازنة تدرج بس احنا للأسف الشديد في كل موازنة بعد المطالبات وبعد المعاناة تدرج. احنا اليوم حضورنا هنا وقفتنا اليوم انه تآزر الكتاب اللي رفع بالأمانة العامة من قبل لجنة المصونين السياسيين التي رأسها الأستاذ رسول الرباعي مشكورا قدم كتاب يطالب بوزارة المالية بإسعداد درجات وظيفية لكل من توزع. الكتب نايمة هنا مو الكتب ياكل. عزيزي أستاذ الغالي الكتاب ياكل وشي لكن شنو القانون يمرر؟ القانون إذا ما وجد بالموازنة الموظف اللي يم الإضبارة ما يقدر يتخذ أي إجراء لأنه ماكو تخصيص مالي بالموازنة. فإحنا اليوم طلعنا وقفتنا مؤازرة الكتاب اللي أرسل من الأمانة العامة لوزارة المالية لإدراج تخصيص مالي في قانون الأمن الغذائي في حالة إقراره في مجلس النواب لكي يستحدث درجات وظيفية لكل من توزع على الوزارات والدوائر ويكمل إجراءات كل من توزع. هذا مطلب. ومطلب ثاني عندنا جماعة أوامر وزارية بهيئة التقاعد حصلوا على استحداث من وزارة المالية لكنهم لم يباشروا متوقف على أمر وزاري قسم من أقرانهم توزع عفوا صدر لهم أوامر وزارية وباشروا والقسم الثاني ينتظر. وهذا يعني الشيء هذا ما يتعلق بالموازنة لأنه عنده استحداث من وزارة المالية لأنه موافق لتخصيصات عام 2021 المفروض أنه يباشر. بقت عندنا اكو جماعه عندهم مفصولين صدت انهم قرارات صحيحه من الامانه العامه المفروض يتوزع على وزاره ويكمل باقي اجراءاته ويباشر حال اقرانه. لحد الان هذا الشيء متوقف على اقرار موازنه لحد الان ماكو. نتامل ادراج تخصيص مالي للمفصولين السياسيين في قانون الامن الغذائي في حال اقراره في مجلس النواب لكي تستحدث درجات وظيفيه لكل من صدر بحقه قرار صحيح ومباشره كل من توزع على الدوائر والوزارات واحيله على التقاعد وفق الضوابط والقوانين المتبعه في قانون الامانه العامه لمجلس الوزراء. الله يعلم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم خليكم وياكم. احنا نعتبر مفصلين سياسيين من اهالي بغداد. طبعا احنا ضررنا بزمن النظام البائد. ابن اختي انعدم ب 82 قدمت الله يسلمك قدمت بالمنشآت مال صدام كلها رفضت بسبب اعدام ابن اختي. رجعت المعامله الامن رجعوها وظلينا مراقبين امنيا وقدمت ب 19 ما صارت لي فرصه قبلها اقدم. قدمت ب 2019 لحد الان احنا بدون قرار وحتى جماعتي اللي طلع على قرار وتوزع ما باشر وما يخلونا يباشر. زين شنو هالمظلوميه؟ احنا نطالب بحقنا او حق غيرنا. اذا مو ان اطفالنا احنا كنا كبار السن عندنا معوقين ببيوتنا
وكنا عمرنا ما تتحمل بعد، كلتنا امراض مزمنه، تدري كبير السن الراد لادويه، الراد لعلاج، الراد لرعايه، زين احنا اولادنا زواج من نقدر نزوجهم هسه، شلون راح نداري نفسنا؟ شلون راح نصرف على علاجنا؟ وكبر عمرنا، تدري الكبير راد لتقاعد على الاقل رعايه، هسه احنا ما نريد، نريد 100,000 يصرف لنا رعايه، لان احنا متضررين، وعندنا احنا متاكدين ان قرارنا صحيح. صحيح وواصل للماليه، باقي الموضوع يم الماليه فقط. اي كليتنا عندنا قرار صحيح ومتاكدين من قراراتنا. حتى انا ما زين ب 2019 وليه السنه؟ صار اربع سنين وما يقولوا كل سنه على الموازنه ماكو. ليه السنه؟ من صلاح الدين؟ اي من صلاح الدين قضاء الدجال. جايه اليوم على هذا الموضوع؟ اي على هذا ولد حقاني. اول مره تجين؟ اي اول مره اجي. اول مره تجين؟ اي اول مره اجي. شو تحسين هذا الظلم واللي اتجاه؟ والله ظلم صار لي اربع سنين. اي حسين السلطاني يعني معاند ويانا هواين مؤسسه السجن، يعني احنا توزعنا عنده وكل سنه يرفضنا. ب 2019 رفضنا وب 2021 والاستاذ خلف الله عليه استاذ الرسول ودانا كتاب الى مدايق ما لا استقبلنا. اي تخصيص مالي احنا استاذ، احنا والله استاذ احنا عندنا تخصيص مالي وكل شيء كامل، وكل سنه يقولون هالسنه ونتاجل هالسنه ونتاجل، احنا شنو ذنبنا؟ كل شيء كامل بقى بس حتى التخصيص المالي، ونريد يشملنا ان شاء الله حتى تعينونا. هي شنو يعني احنا مو عراقيين، وين نروح؟ نريد حقنا تخصيص مالي. استاذ حسين اليوم اليوم وياكم مطالبين. نعم شنو ممكن تقدر تقدم لهم خصوصا انهم من 2012 وبيهم لحدنا؟ الأخوة والأخوات المفصولين السياسيين هم من الذين قارعوا النظام البائد وظلموا وأقرت لهم حقوق ولم تنفذ بسبب التسويف وسياسات الدولة الخاطئة. نحن اليوم نقف معهم ونطالب لهم بحقوقهم في وزارة المالية وفي لجنة الشهداء والسجناء وأيضا دارة المفصولين السياسيين إلى أن ينالوا حقوقهم. هذه أمانة في رقابنا، إن شاء الله لن نتوقف ولن نكل ولن نمل إلى أن ينالوا حقوقهم إن شاء الله. فقط تخصيص، فقط تخصيص مالهم كل شيء ان شاء الله. احنا راح نتابع، سوف نتابع مع وزاره، سوف نتابع مع وزاره الماليه التخصيصات الماليه اللازمه لهم، وسوف نعمل في البرلمان لتخصيص هذه الاموال ضمن قانون الموازنه لاقرارها حتى تكون ان شاء الله مضمونه حقوقهم بها. بعد البرلمان احنا كل شيء مكملين استحداث عن احنا يعني على الوزارات وننتظر بس التخصيص المالي. يعني انا لان والدتي تبعيه ايرانيه من زمان طلعوني. نحن نعاهدكم نقف معكم ان شاء الله الى ان تثبت حقوقكم ان شاء الله. احنا اليوم جينا هنا معكم ونقف معكم. هذا وعد، هذا وعد ان شاء الله. واحنا بالنسبه لنا ان شاء الله انا اتكلم وياكم ايضا، انا مفصول سياسي وانا اخو شهيد. يعني حاس بيكم، يعني حاس بيكم. احنا ضمن هذه الشريحه، فاحنا نعرف معاناتكم ونعرف طلباتكم. للاسف يعني القوانين التي تقر لا تطبق وتسوف. احنا اليوم نتحد احنا وياكم، نتكامل احنا وياكم بالعمل بالمطالب. انا اخوكم، انا اقف معكم ان شاء الله، جهدنا واحد، عملنا واحد، الى ان ان شاء الله تنالوا حقوقكم. جماعة كركوك طالع تعينا من 2018 وعندنا قرارات صحيحة. انظلمنا، صار تغيير المؤسسة، احنا صار من 2018 نروح نجي للمالية للأمانة العامة للمؤسسة. هسه احنا كتابنا بالمالية بس نريد كتاب استحداث على مود قرار عندنا صحيح نداوم. احنا ما عندنا شيء، جايين نطالب بس نداوم، يعني ينطونا القرار الصحيح ما نعدنا. احنا من 2012 انا مقدمه ولحد هسه قرار صحيح ما جايت. اجتني تكليف وخلصته قبل شهرين، قابلت الاستاذ رسول انطاني وعد على شهرين ولحد هسه القرار الصحيح ما اجى. يعني صار من 2012 انا لحد هسه هيك كم مره جايه لبغداد ولحد هسه حقوقي ما ماخذتها. الله يسلمك. من 2018 نراجع لبغداد مؤسسه. من 2012 قدمنا من 2018 توزيع
توزيع صارنا للمؤسسة. احنا انظلمنا، قال سووا تغيير مؤسسة، قالوا احنا ما عندنا مكان بالمؤسسة السجناء السياسيين، وجينا للأمان الأمانة العامة أستاذ رسول خلف الله عليه وقف ويانا، غير المالية شو اسمه، قالوا ماكو تغيير مؤسسة ورجعون للمؤسسة. هسه احنا كتابنا بالمالية، بس نريد كتاب استحداث مالتنا نداوم، ما عندنا كل شيء احنا، بس نريد كتاب استحداث مالنا. شكرا استاذ، ممنونين منكم. نعم مشاهدي الكرام، وبالتالي احنا نتمنى حل قضية هؤلاء المظلومين، على اعتبار عانوا ما عانوا بالزمن السابق، والان هم يعانون معاناة ما بعدها معاناة، فنتمنى انه الحلول وتنحل قضيتهم باقرب وقت. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل برنامج أيام الناس، الى اللقاء.